شافت البنات في المناسبات وهي ماسكة حاجات شكلها حلو قوي وبتتصور بيها، فكانت البداية إنها حبت تتصور زيهم، وبعد كده قالت أنا ليه ما أعملش الأشكال دي؟ كبر الموضوع معاها وقررت إنها تتعلم فن الزينة، وما أحبطتش من أول تجربة ليها لما كل شغلها اترفض، واستمرت لحد ما بقت مسؤولة عن تنظيم وتزيين المناسبات السعيدة. بس طموحها ما وقفش لحد كده، تعالوا نشوف طموحها وصل بيها لحد فين. قولي لي بقى انت بتعملي ايه بالظبط؟ كل حاجه انت بتعمليها. بصي يا ستي، انا كانت البدايه عندي في الاول خالص من حوالي 5 سنين أو 6 سنين في اجازه ثالث ثانوي. بدات بالحاجات اللي هي الشغل الاكسسوارز اللي هي بتتعمل بالفوم، اللي هو الفوم الجليتر دوت. في الاول يعني اقول لك انا بدات ازاي. في الاول اول ما بدات كان في كنت في حفله، كان في بنات بتصور كده بستيكس كده اللي هي اللي فيها الشفايف والشنب بالعصايه بتاع كده. فانا كان نفسي اتصور بيها، يعني انا كان كل يوميات حياتي كنت عايزه اسال البنات جايبينها منين عشان عايز اتصور بيها. فما عرفتش اليوم ده اصلا ايه الخامه دي اسمها ايه، او اصلا العصيون دي اسمها ايه. ففي مره كنت في مكان وشفت الماتيريال دي فجبتها، فجربت ابدا بقى، يعني قررت ان انا ابدا وكده. فبدات ووريت حد، يعني وريت واحده صاحبتي الحاجه، فقالت لي طب ده حلو، ده الشغل ده اصلا بيحتاجوه بيصوروا بيه في المناسبات في اعياد الميلاد وكده، طب جربي تعملي جروب او تعملي بيج. فبدات ان هي تعمل لي الجروب وكده، وبدات بقى في الاول في البدايه اللي هو في بدايه شغلي اللي هو الحاجات اللي انا بعمل حاجه الناس هتاخدها تصور بيها في اسبوع في عيد ميلاد. بدات بقى اللي هي العصيان الخشب مثلا، قلب عليه الحرف، شنب، ما اعرفش ايه. دي كانت البدايه. كان معظم شغلي في الاول مع النوبيين بصراحه، كنت بحب شغلهم قوي. بس بعد كده لقيت ان في حاجات تانية ابتدت تطلع انا عايز اتعلمها. مين اللي علمت من البدايه او انت عرفتي؟ هو محدش علمني انا. زي ما قلت لك انا شفت الماتيريال فجربت اجرب بقى اللي هو انا عارفه ان مثلا ماتيريال الفوم، خلاص عرفت ان ده الفوم الجليتر هو اللي بيتعمل بيه الشغل ومع الستيكس الخشب. فابتديت اللي انا اجيبها وابتديت اللي انا ارسم بقى واشوف هطلعها ازاي. يعني انت اجتهدتي مع نفسك؟ مع نفسي. اللي هو وريت حد شغلي فقال لي تمام دوسي وكده. بدات بقى اللي هو لقيت ان الشغل ده اصلا منتشر معروف، انا ما كنتش عارفه ان في حاجات الناس بتصور بيها في اعياد الميلاد، او ما كنتش عارفه الجو دوت. ابتديت اعرف بقى ان انا في اماكن ممكن اجيب منها بسعر ارخص، ممكن انزل واشوف، وفي افكار تانية بتطلع. بدأت بقى اتابع بقى اللي بينزل جديد اللي بيحصل. بس كان عندي مشكله تانية ان انا عشان انا يعني ابيع شغلي يعني، او عشان اعمل شغل لحد، فالناس عايزه تشوف شغلي، عايزه تشوفه بشكل كويس. فانا في حاجات ما جربتهاش، فانا هبدا اجربها ازاي او هبدا ابيعها ازاي. فجات لي فكره ان انا يعني ابدا اعمل الحاجه وزي ما تقولي كده يعني ابيعها بسعر قليل، بحيث ان انت تشوف شغلي، ما عجبكش خلاص. في نفس الوقت ابقى انا جربت. جه بقى طلع فكره اللي هو بوكس الصور ده لو تعرفيه، اللي هو بتحيي بيطلع صور وهدايا مش عارفه ايه. فكان نفسي يعني كان نفسي اعمله، شايفه ان هو اكتر حاجه اكتر هديه شغاله والبنات كتير بتطلبه. وانا ما اشتغلتش فيه ومش هينفع اقول لحد ان انا بشتغل فيه من غير ما يشوف شغلي فعلي. فعملت كده زي عرض كده، وابتديت انزل على الجروبات ان انا بعمل البوكس دوت، وان البوكس لو ما عجبكش نزلته طبعا بسعر قليل، لو ما عجبش اللي هيشتري فاحنا ممكن ما نستلمش. فبدات باول بوكس الناس عجبها، ابتديت مع الوقت اللي انا خلاص انا عملت كذا حاجه فابتديت اعرف البوكس بيتعمل ازاي، فبقيت متمكنه فيه. طب طورتي من نفسك ازاي؟ يعني انت بداتي بالحاجات البسيطه جدا. طورت من نفسي ازاي؟ كل ما بقيت اشوف حاجه جديده بقيت اجربها، بس اجربها لشغل، مش اجربها ليا، فاجربها لشغل بسعر قليل فتعجب الناس. فمره على مره لحد ما انا بقيت ايدي خدت عليها وبقيت فاهمه عارفه ايه اللي نزل جديد. يعني مثلا مش بتتابعي مثلا حد على اليوتيوب بيعمل حاجه؟ لا، مش على اليوتيوب، بتابع الحاجات اللي نازله جديده على اليوتيوب. طبعا في افكار طبعا كتير عرفتها من هناك، مثلا في صفح بتوريكي زي مثلا بوكس الصور مثلا هو اللي هنبتدي نعرف يتعمل ازاي. في حاجات بتوريكي الخطوات خطوه بخطوه، بس مره مع مره انت مع التكرار بتبتدي تعرفي ان ده بيتعمل ازاي وبتعملي ايه من غير ما تحتاجي تشوفي فيديو يعني. طيب في كورسات معموله مثلا مثلا لواحد حابب او عنده الموهبه ان هو يروح يتعلم؟ في البيدجات الكبيره اللي هي شغاله في المجال نفسه بيعملوا كورسات، وبتنزلي بتبتدي معاهم مثلا كورس مدته شهر، بيبتدوا يعلموكي بقى شغل البلالين، شغل عملي، شغل اللي هو مثلا الورد الورق. بيبتدوا يعملوا بصراحه يعني مع الوقت، مع انا شغاله من ثالث ثانوي، مع الوقت حسيت ان انا مش محتاجه اخد كورس.
يعني حسيت ان انا مش هو ده يعني مش ناقصني ان انا اخد كورس. حسيت ان انا ابتديت بقى عندي خبره ان انا بقيت اعرف اعمل حاجه من غير ما احتاج كورس يعني. او زي ما تقولي كده كنت شايفه ان انا ممكن فلوس الكورس دي اوفرها واتعلم انا لوحدي. بس جين بقى خطوه تانية حبيت ان انا اتنقل ليها ان شغلي ده جنبه شغل تاني اللي هو شغل البلالين. الفكره مبقتش مختصره ان انا هعمل فريم الناس تتصور بيه او هعمل بوكس حد يديه لحد هديه. في حاجه تاني اللي انا ممكن اعمل ديكور بلالين اروح اعمله لحد وده يبقى شغله احسن يعني. برضو بدات برضو في البدايه اللي هو انا هعمل شغل البلالين ابتديت انزل انا اعمله بسعر التكلفه او برضو انت يعني طورتي نفسك بنفسك وتعلمتي من البدايه وكل حاجه بنفسك بالظبط. بس اللي هو انا يعني بداتها كده اللي هو انا هعمل لك الحاجه بسعر التكلفه. وطبعا في اول اوردر اللي انا بوظت الدنيا عكيت الدنيا والبنت اصلا بعد ما عملت لها الحاجه اللي هي طب برافو جميل وشجعتني وبعدها مشيت اصلا شالت الحاجه دي. كانت اول حد اشتغل معاه يعني اصلا حاجه ما كانتش حلوه فبعد ما مشيت قامت شالت الحاجه. مره على مره ابتديت اللي هو انا فاهمه يعني ادوس في الموضوع ابتديت اطور من نفسي. طب في منفخ مثلا بكهرباء بيتباع, طب في ستاند اب بتتعمل, طب ما اعرفش ايه. مشروعك بقى ده في بدايته كلفك كتير انت علشان تبداي وتجيبي خامات وتعملي؟ في البدايه بصراحه لا ما كلفنيش كتير. اللي كنت بحس ان هو كان بيكلفني فيما بعد اللي هو الشغل البلالين لان انا بجرب حاجات انا ما اشتغلتش فيها قبل كده والريسك فيها صعب يعني. انا مش ببقى انا مثلا مجربه الحاجه وهسلم الاوردر لحد ويعجبه يمعجبوش, لا انا راح اجرب فعلي يا نفع يا خلاص. فده اللي كان ممكن يبقى يعمل معايا خساره اللي انت بتجيبي حاجات تلاقي بعد تجيبي حاجات اغلى فالحاجات الاغلى دي كانت بتفرق معايا يعني. طيب ايه بقى خطواتك اللي جايه يعني ايه اللي انت شايفه ان يعني اكيد انت ما وصلتيش لحاجه معينه, لا انا عايزه بقى احسن, انا عايزه اطور من نفسي اكتر, انا عايزه اتعرف اكتر. خطتك بقى في اللي جايه كتسويق ككل حاجه؟ نفسي في حاجات كتير نفسي ابتدي اعرف اعملها لان هي اللي بقت شغاله دلوقتي يعني. الناس دلوقتي احنا بقينا خطوات زي ما قلت لك في الاول بدات اللي بالفوم بعد كده اكتشفت ان في بلالين دلوقتي بقى في حاجه تانية اللي هو انا هعمل الكوشه بالورد او مثلا لو خطوبه او حاجه بتبقى البنت عايزه ان انت تعملي لها كل حاجه سواء بقى التورته سواء مثلا لو هتبقي مسؤوله عن الترابيزات عن الكراسي يعني حابه ان انا ابقى ويدنج بانر صغننه كده. ايه خطتك في الحاجات اللي انت عايزه تعمليها بعد كده؟ في حاجات كتير عايزه اجربها يعني. عايزه مثلا ابقى انا اللي مسؤوله مثلا لو عيد ميلاد ابقى انا المسؤوله عن كل حاجه فيه. سواء مثلا لو هو في مكان بره ابقى انا اللي مسؤوله عن المكان عن الترابيزات الكراسي الاكل هو انت تبقى جايبني انا اعمل لك كل حاجه. بس هو الموضوع بس هو محتاج تسويق ومحتاج بقى خبره بقى في حاجه تانية يعني. انت هتبتدي تسعي بقى لحاجه تانية اللي انت هتعرفي الاماكن نوعيه الناس مثلا اللي بتعمل التورت اني احسن تتعاملي مع حد يعني يمولك في موضوع الكراسي الترابيزات الحاجات دي. فدي خطه تانية يعني بحاول ان انا اسعى لها بقى الفتره الجايه يعني اللي هو انا بقى اعرف ناس اكتر ويبتدوا يعرفوا لا طب خدود انا هجيبها بسعرها قليل هتبقى مسؤوله عن كل حاجه يعني. انا من الفتره دي بسعى للموضوع ده بس الفتره بقى بتاعت كورونا وكده الدنيا وقعت شويه واحنا نفس يعني انا نفسي بقيت بقى لان انا انزل او اروح حاجه يعني. بس يعني ابتديت اللي هو خلاص بقى ارجع لل. طب انت من وجهه نظرك هل الكورسات فعلا مفيده ان انا اروح وادفع فلوس عشان اتعلم الشغل دوت ولا انا لو انا مستعده ومثلا ايدي كويسه في الرسم او في القص او في كذا او في كذا ان انا يعني اشتغل مع نفسي؟ لا الكورس طبعا مفيد جدا لو انت عايزه تبداي بسرعه لان انت هتشتغلي عملي. لكن انت لو عايزه بقى تاخديها واحده واحده فانت هتاخدي وقت لان انت عقبال ما تطبقي حاجه ما بتجيش مع اول مره بتيجي كويسه بتقعدي تجربي. لكن الكورس انت يعني هيبقى اسرع اسرع عليك ان انت يعني هتبداي عملي مع الناس ومثلا لو هتعملي حاجه هيعدالك كذا مره لحد يبقى متاكد ان انت عملتيها كويس. طب كلميني بقى شويه عن التسويق, انت بتسوقي لنفسك ازاي؟ هو لحد دلوقتي انا ما بسوقش لنفسي, هو انا بخلي الناس بقى هي اللي تسوق. مثلا انا عملت شغل لحد الشغل عجبه فيبتدي يقول لي مثلا الناس يعرفها طبعا جروب على الفيس على الفيسبوك على الانستجرام. ف يعني دي اللي انا بادئها بقى دلوقتي. بره بقى دي بتبقى عن طريق الناس بقى يعني. اللي هو انا حد شاف شغلي فحد شاف الشغل عجبه سالوا عليا تمام طب هاتها كده. طب ما انت ممكن مثلا تبقي مثلا مع ويدنج بلانر او حاجه تبقي مثلا مساعده ليها بحسب يعني تاخدي خبره منها وبتطوري من نفسك, ليه ما فكرتيش في حاجه زي كده؟ جربت اسعى للموضوع ده بصراحه بس ما ظبطش معايا, كان مواعيد ما كانتش مظبطه معايا ومعاها فما ظبطتش يعني. تقريبا الويدنج بلانر بيبقى معاه ناس ففكره ان هو ياخدك معاه دي برده ما انت هتاخدي هتتعلمي شغله وانت نازله ببلاش فيعني اللي هو
مش كل الناس هتبقى حابه الفكره. يعني انا البنت اللي انا رشحت لها الفكره دي يعني كانت لذيذه، اللي هي طب خلاص انزلي معايا، بس ما توفقناش في المواعيد يعني.